حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر للمقابلة التي ستنطلق بعد لحظات وستجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق النادي المكنسي، واحدة من المواجهات التي يطمح من خلالها كل فريق من أجل التألق والظهور بالشكل الجيد. هشام تبسماني وأمين دحان في غرفة الفار لمتابعة هذا اللقاء، هنا النظرة على المدرب الذي يصبو لأن تسير النتائج لصالحه. تهدي اللعب انطلق من هيروك إيرونغا باكا، يلعب الكرة في خط الأمامية لعملية هجومية من الجهة اليسرى، عملية إمكانية الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء، بحث عن التمرير العرضي، كرة داخل منطقة الجزاء والارتقاء لم يقدم الجديد يوسف الفحلي الذي كان يبحث عن الحلول في الخط الهجومي. يوسف الفحلي في الوضعية كان المناسبة، 27 سنة الفحلي اللاعب السابق سوى فريق النظرية البركاني وقبله فريق الحسنية أكادير. ولاحظوا الطريقة، التعامل مع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ثم الارتقاء، كان يبحث عن فرصة من أجل وضع هذه الكرة في الشباك لكنه لم يتمكن من ذلك أمام براعة حارس بقيمة سفيان بورحو. يعيد الكرة للجهة اليسرى ومحاولة ممتازة داخل منطقة الجزاء لكنها ضايعة. كارنيرو، تصويبة فوق المرمى بسنتيمترات، فوق المرمى بسنتيمترات، لعبت بالمقاس، لعبت بطريقة جيدة، جعلت الفرصة أقرب نحو التهديف. نادي مكناسي يطمح للتسجيل، لاحظوا كيفية التعامل مع خطأ على مستوى التغطية، ثم رضواني في الوالة الأولى، ثم بعد ذلك تأتي للتصويبة، قادمون من الخلف وأبرزهم والواضح في الصورة. حلول هجومية بإمكان أن تأتي الفحلي، قام تمريرة جيدة، محاولة كترجع عن الفحلي، الفحلي كيخترق كيدخل داخل منطقة الجزاء في غياب متمم للعملية، تصويبة ممتازة كيضيع هدف محقق أمام الاستماتة ديال الدفاع عند لاعبي فريق النادي المكناسي اللي حاولوا ما أمكن إبعاد الكرة، وبالفعل يتأتى ذلك بخروج هذه الكرة إلى الركنية. لاحظوا هنا الكيفية اللي جات من خلال العملية الهجومية، بعد ذلك التصويبة، فريقان اختلفا في المباراة الأولى من ناحية النتيجة، فريق منتصر وفريق يقدم نفسه بعد هزيمة. كرة برأسية، محاولة صوب حريمات، كرة محاولة ممتازة، جول! الجيش الملكي يسجل الهدف الأول، فحلي يفعل اليوم يوسف، عملية هجومية استلمها كان في المكان المناسب، يصوب مباشرة في الشباك، يوسف فرحو يسلم او يسجل عليه الهدف الاول في هذه المقابله. ولاحظوا استماته الدفاع فريق النادي المكناسي، وهنا الطريقه والامكانيه اللي توفر عليها فريق الجيش الملكي. محمد ربيع حريمات من مرر، ويوسف الفحلي هو من وضع في الشباك في الزاويه البعيده، حاول ان يتمدد باطراف اصابعه، سفيان بورحو حاول ان يلمس هذه الكره لكن لم يتمكن الهديه. يلعب كره ديالو عند كارنيرو، كارنيرو كيغير الجهه اليسرى، بن حليب محاولة ديالو بهدوء، فريق الجيش الملكي سريع ايضا في صعود الى الهجوم، كرة من الجهة اليمنى، محاولة ممتازة، فرصة، جول! جول ثاني، الجيش الملكي يسجل ثاني الاهداف، وزحزح هو من كان في الجهة اليسرى لكن من وضع الكرة في الشباك وزكريا زكريا جلال ومن وضع الكرة في الشباك. نعم، جوج الأهداف مقابل شيء. هذا المدرب البولوني هادئ، هذا المدرب البولوني هادئ، جالس ويتابع ويرصد ما يحدث على أرضية الملعب. جوج الأهداف مقابل شيء، سفيان بروحه غير راضي، نعم غير راضي على اعتبار أنه شباكه تلقت هدفين اثنين في الجولة الأولى. شوفوا هنا العملية واللقطة اللي جاء من خلال الهدف، هذه صورة مقترحة عليكم مشاهدي الكرام من غرفة الفار. في أي لحظة كرة للجيش الملكي، مراوغة الحارس، فرصة تسجيل، كرة تنفذ، جول! جول ثالث، الجيش الملكي يوقع على ثالث هدفه في مباراة اليوم، عملية هجومية لعبت داخل منطقة الجزاء، المراوغة وبعد ذلك تسجيل. الابتسامة موجودة والفرحة موجودة في المدرجات، لاحظوا الكيفية ولحظة الانطلاقة، يظهر في غياب التسلل
لكن في حضور البديهة، في حضور السرعة، في حضور الفعالية يأتي هدف من زحزوح الذي يتمكن من زيارة الشباك ويوقع الهدف، هدف الثالث في هذه المباراة. ستكون مهمة صعبة للنادي المكناسي، ستكون مهمة طبعا صعبة أمام فريق الجيش الملكي الذي ضاع منه اللقب. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم على نهاية أحداث الشوط الأول، نتيجة معروفة، تقدم فريق الجيش الملكي على حساب فريق نادي المكناسي بثلاثة ديال الأهداف مقابل لا شيء، وهي نتيجة يمكن نعتبرها قوية في الشوط الأول، في انتظار كيف سيكون الحال في الشوط الثاني. إذن ننتظر الصافرة، بالفعل صافرة الحكم تحضر في هذه اللحظات، حكم نوفل ناشط الذي يقود هذا اللقاء. كرة لصالح فريق الجيش الملكي، محمد ربيع حريمات، تمريرة ديالو عند بن حليم، الجهة اليسرى يستلم، ينطلق بن حليم يحافظ على الكرة ديالو، إمكانية ديال التمرير، ولكن الواضح على أنه لم تقدم الإضافة، رجعت مرة أخرى لصالح فريق الجيش الملكي. قبل ذلك بن حليم كان ساخط على أرضية الملعب، كان عنده إصابة، وهنا بطاقة صفراء كيعلن عليها الحكم في حق لاعب فريق النادي المكناسي، اعتقد اللاعب اللي دخل منذ لحظات اللي هو اسامه الضاوي. فحلي يستلم، طارق فحلي مشى اليسرى يبحث عن المسانده امام الولادي، ماذا يفعل فحلي؟ رجع الكره ديالو الخلف عند بن حليب، تمريره ديالو زحزوح، بن حليب اسلوب لاعب فريق الجيش الملكي في راحه، في اريحيه، في عمليه هجوميه خطيره، كره ممتازه، جول في مباراة اليوم. الجيش الملكي بتوميسون غيربونوي يسجل الهدف الرابع في مباراة اليوم. دفاع النادي المكناسي في وضعية صعبة، توميسون تمريرة عرضية جانبية، وشاهدت بهذه الكيفية، نشوف من استلم، من سجل، زحزوح في تمريرة بهذا الشكل. لا 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 لا، ليس توميسون من وضع الكرة في الشباك، نعم. محاولة الاختراق دخول داخل منطقة الجزاء، مراوغة، جوج ديال اللاعبين، بعد ذلك كتلت الكرة عن كاريرو، تصويبة! أنغولي عطى كل ما عنده من قوة في التصويبة الماضية، زينتين دراغيو صويب، ولكن كورتو إلى خارج رقعة الملعب. دقيقة 89، شوفوا هنا كاريرو كيف أنه صوبها بقوة، براعة الحارس سفيان برحون، عطاو قيمته. ففريق الجيش الملكي الآن مصمم على إضافة هدف آخر. شوفوا هنا أحمد حمودان ينطلق، دخول داخل منطقة الجزاء، أحمد حمودان مراوغة، أمام ثلاثة ديال اللاعبين بهذا الشكل، تمريرة، فرصة، سويبا قوية قوية قوية، عطا قوة كبيرة في التسديد. تومي سونغ أوريبونوي، لاحظوا أحمد حمودان جرأة الهجومية وسط ثلاثة ديال اللاعبين، قام بالتمرير. ذكر الحكم، شنا حكام هذا الموسم، حكام شباب. كرة من جانب فريق الجيش الملكي، أحمد حمودان داخل منطقة الجزاء، فرصة ديال التصويب، استعطبت أحد اللاعبين، تعود لكاريرو، أنغولي ماذا يفعل؟ التمريرة ديالو كاينة لمسة، حكم كل واصل اللعب، ضائعة. إذن في هذه اللحظات يعلن حكم المواجهة على نهاية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، حكم نوفل ناشط. خمسة ديال الأهداف مقابل شيء في الشوط أو في المقابلة الأولى أمام فريق شباب المحمدية، وأربعة ديال الأهداف مقابل لا شيء في المقابلة الثانية أمام فريق النادي المكناسي. بداية يمكن نعتبرها جيدة لهذا المدرب وأيضا لهذه الجماهير.